نرجع للايتين اللي ما قداش بعد معنا يا عماد؟ يلا على السريع معنا دقيقتين بكل عماد. من بلاء ان تصبروا. بلاء ان تصبروا. بلاء ان ايش بلاء يعني اذا؟ الي يكفيكم؟ بلاء. طيب. بلاء ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذن الوعد بثلاث، بثلاثة آلاف شيك، لكن بدنا نشوف شو موقفكم أنتو. فإذا ثبت أنكم تتقوا ومن ضمن التقوى الطاعة وبتصبروا، وعلى فكرة في أحد ما هي المشكلة وين؟ الخلل في قضية الطاعة. لما خلهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنتوا الخمسين بتبقوا موجودين فوق جبل الرماة وما تغادروا ولو شفتونا من نذبح نقتل، وعصوا مجتهدين طبعا في الفهم. لا بس هذا درس، لأنه في المعارك على فكرة فيش احتمال أنه يقعد الجندي ما يطيعش، ما يطيعش حتى لو قال لك انسحب تنسحب، اهجم تهجم. يعني هذه الطاعة في كل جيوش العالم هذه أساس الطاعة. طيب هو طب كيف 3000 وهي هناك 1000؟ احنا قلنا ما هم مردفين ومردفين. مردفين لا ممكن قبلهم 1000، مردفين ل1000 ومردفين ب1000، هي صاروا 3. تمام؟ هون وهيو إذا بتتقوا وبتصبروا، إذا بتتقوا وبتصبروا، لاحظ الآن ويأتوكم من فورهم هذا. طيب هاي في إن، ما هو إن يمددكم كمان مرة، إن بتحقق 1 2 3 نقول يمددكم بقديش؟ بخمسة، مع أنه الوعد الأصلي إيش؟ ثلاث، واللي في سورة الأنفال كم؟ 1000. طيب خلينا هون، ويأتوكم من فورهم هذا الفور، صح؟ هو إحنا مرات بنقول فورا، شو يعني فورا؟ لحظة، يعني على الحارك قبل ما تبرد فورا. ما هو إذا علاقة بالفوران على فكرة، لما بيغلي الإشي، لما بيغلي الإشي بفور، شو بفور؟ يعني يسرع. مثلا قدر، أنت واضع قدر على النار بدأ يغلي بيبدأ يفور، شو يفور؟ يعني يخرج ما فيه داخله بسرعة، بدون يعني على طول تتفاجأ فيه. كم مرة أنتم مثلا نكب الحليب على ونكبة القهوة بمجرد ما فارت بتخرج كله أوف فورا. ها بتهيج، لاحظوا فوران، شوفوا هيجان وحده، الفوران هيجان وحده. طيب وهل تكون في النار فقط؟ لا، ما هو الماء ممكن يفور. كيف يعني الماء؟ بقصد ركبت، احنا بذكر انه في نبع كانوا يسموه الفوار، الفوار كثير حتى اي ينابيع على فكره بسموها الفوار، لان بتجد المي ايش تخرج بحده وهيجان، هيجان وحده بقولوا تفور. ورد في القران مش هيك؟ وفاره بس عادي، وفاره التنور هاي عندنا تفسير فيها، وهي تفور، وهي تفور مثلا مش هيك عن النار، وهي تفور. اذا فهون اذا شو معنات من فوره؟ انت احنا بنفهم انه بدون تريث على طول، اللي هي بنقول عنها فورا. شو يعني فورا؟ يعني بمجرد ما هاجت الأمور، لحظة، وهاجت الأمور خمسة. انت يعني لأنه منتظر ايش؟ يعني بمعنى آخر ما تخافوش، بدون تلكؤ، بدون أي، لن يكون أي تريث في مساعدتكم إذا حصل صبر وتقوى، حتى لو أجوكم بشكل سريع
بتشوفوا خمسة أو يكون خمسة. طبعا هذا بدل على القرب. وأتوكم من فورهم هذا، أو خليني أقول هيك، يعني يأتوكم وهم في حالة هيجان وحدة، يأتوكم وهم في حالة هيجان وحدة، تمام؟ ما بيكونش في نوع من التراخي ويكون فيه فورية الاستجابة، يمددكم ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم. طيب المدد هون بكم؟ 5000. طيب سؤال، ايش الحاجة لملائكة بهذه الاعداد الهائلة؟ طب وملك واحد يبيد الجيش، جيش الكفار، احنا قلنا اولا مش مطلوب الابادة، اثنين هذول جايين يردفوا، ممكن يقدموا بعض المساعدة كما ورد في السيرة، يعني لاحظوا آثارها الصحابة، مساعدة، بعض المساعدة، ولكن مين الأصلي؟ المؤمنين. ومين الرديف؟ الأصل المؤمنين. فهم الملائكة إذن كانت تساعد. كيف إحنا مثلا نفرض في عندنا أولاد بيلعبوا بدنا نعلمهم، مرات منتدخل شوية هيك مشان إيش؟ نساعدهم، لكن هم الأصل. ليش؟ لأنه هو القرآن ذكر أنه هذا اللي المدد اللي منقولكم عنه هو أولا بشرى لكم، وبشرى بشيك، ومن أجل أنه تكونوا مطمئنين وأنتوا في حالة صراع، لأنه أكثر ما يعني ما يكونش في قلق شديد، اطمئنان اطمئنان بشيك. وبالتالي الرقم هذا بينعكس في معنوياتك انت، لانك انت اللي بتطلب مسائل التاليه، انت كبشر اللي بدك تطمينات. لما اقول لك 5000 هذا اطمئنانك انت، هيك الانسان. اثنين لما اقول لك فورا، لما اقول لك فورا يعني ما فيش تركو. مع فكرة ما هو التراخي ولا الفورية؟ طبعا. التراخي من ايش مأخوذ؟ من الرخو اللي هو لين، والفورية من ايش؟ من الحدة والهيجان. يعني 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 قبل ان يسكن، قبل ان تسكن حدته، قبل ان تسكن حدته يكون، تمام؟ هذا هو الفوري. لما اقول لواحد قم يا فلان، ما بصيرش يسكن على طول، بده يطبق فورا، يعني قم يا فلان. طيب بعد اصدار الامر اللي هو هيجان الامر هذا اذا صح التعبير وحدته، يجب ان يطبق، ما بصيرش ايش؟ يتلكع. هذه قضية الفورية، لانه الانسان وين تطلب على فكرة المسارعة؟ لما يكون خطر امامه، لما يكون خطر امامه. لذلك فورهم هذا، فور مين؟ فور مين؟ فور أهل الشرك، الجيش القادم. إذن بهذا الشكل، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم، لاحظها، من فورهم هذا يمددكم، يأتوكم من فورهم هذا. إذن كانوا على فكرة شايفين هم، لأنه هذا مرئي، وبعدين حدتهم وهيجانهم مبين من فور يمددكم. اذا هي 3000 تصبح 5، يمددكم ب5000 من الملائكة مسومين ومسومين. مسومين هو الحقيقة باختصار، لأن الوقت يبدو أن أدركنا. الحقيقة إنه الكتلة، لما نقول سائمة، اللي هي الإبل السائمة والأغنام السائمة، هي الأغنام إحنا بنطلقها لتأكل في العشب، فمنسميها سائمة. شوفها، إذن إحنا بنطلقها لهدف، نطلقها لهدف.
وانت لما بتصوم البضاعه بتصوم بضاعه بدك تشتريها انت بتطلبها بهدف تمام. ولذلك بعض اهل اللغه شو قال في موضوع الصوم قال فيه معنى ذهاب وابتغاء. يعني كيف لما انت ذهاب ايش مثلا عندي انا مثلا الاغنام تطلقها ذهاب ايش اللي بعده ابتغاء. اذا انت تريد شيء شو هو الابتغاء على فكره في هو مش بس طلب بشده طلب وتاكيد لما اقول ابتغاء طيب فهو انت بترسلها فهو الملائكه مرسله لهدف. اذا ذهابها واتيانها ابتغاء شيء لانه في بعض عم يفسروها على اساس انها مسومه يعني معلمه. لا هي الحقيقه الاقرب هون انها هي قادمه اصلا ابتغاء هدف وتحقيق مقصد تمام. اذا وهذا ايش مسومين هناك من ارسلها مسومين هناك من ارسلها لتحقق الامر. طيب ومسومين هم انفسهم ذاهبين لهدف. ايوه هم انفسهم ذاهبين لهدف. طب كيف بيسوموا هم؟ دقق معي كيف بيسوموا هم من خلال يبدو كيف لما قال سبحانه وتعالى فثبتوا الذين امنوا فالملائكه لهم دور في انهم يجعلوا المؤمنين في حاله ثبات واطمئنان ورغبه في الهجوم ورغبه في القتال تمام ورغبه في القتال فهم مسومين. ايضا هم بيرسلوا المؤمنين ابتغاء فهم مرسلين ابتغاء ومرسلين ابتغاء مسومين ومسومين. هذا طب بخمسة آلاف وما جعل لاحظ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم عفوا به هم قلوبكم به هناك به قلوبكم في سورة الأنفال قصدي. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني هو طب ولا إيش هذا؟ طب ما هو النصر في 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 النهايه لا هو منكم ولا من الجيوش ولا من الاعداد ولا من كله. اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يكون نصر يكون. طب ولا هذا لايش؟ هذا هو تبشير للمؤمنين وشعور انه هناك معهم ملائكه قلوبهم تطمئن برضو بيثبتوا يرغبوا في القتال بدون خوف ولا فشل ضعف يعني وهكذا. اذا اما هو في النهايه لازم البشر يفهموا انه النصر لا يتحقق الا عندما يريد الله سبحانه وتعالى ان يتحقق هذا النصر لا ملائكه ولا جيوش ولا غيره. طب ممكن طب لكن انت كبشر مكلف ولا بد ان تقدم بالمقدمات المطلوبه ولا بد ان تتخذ بالاسباب. وعند هذا شو معنات التوكل؟ ان تحيل الامر الى الله سبحانه وتعالى وتعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر. طيب يبدو ان الوقت ادركنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم شكرا لكم.